محسن الكحشه مدير الغرفه الفلاحيه لجهه فاس مكناس. اذا اليوم تشرفت الغرفه الفلاحيه لجهه فاس مكناس بعقد الدوره الاولى للجمعيه العامه لاعضاء الغرفه ديالها من بعد يعني انتخاب ديال الساده الاعضاء في انتدابات ديال بوش 2021. الدوره اللي سمحت لنا من خلالها انه نناقشوا مجموعه ديال النقاط والامور المهمه اللي كتهم الفلاحه على الصعيد ديال الجهه. اذا النقاط جدول الاعمال كان تكون من ربعه ديال النقاط اللي مهمه. النقطه الاولى كانت هي المصادقه على النظام الداخلي اللي كيتعتبر وسيله باش انه كينظم العلاقه ما بين الاعضاء يعني ما فيما بيناتهم وبين الاعضاء والاداره. كانت كذلك المصادقه على مشروع ديال الميزانيه التعديليه اللي برسم سنه 2021 فيما تبقى من سنه واللي كان فيها مجموعه ديال الانشطه الواعده اللي كان هدفه منها اننا يعني ان يكون العدد ديال المستفيدين كثارين واننا نعاونوا يعني التنظيمات المهنيه والفلاحين اللاحين على مستوى ديال الجهه لا من ناحيه ديال الانتاج او لا من ناحيه ديال التثمين او لا التسويق. كذلك كانت النقطة ديال المصادقة على التفويض على بعض الاختصاصات ديال الجمعية العامة لفائدة المكتب ديال الغرفة الفلاحية. ثم أخيرا كان عرض اللي تقدم من طرف المديرية الجهوية لفلاحة واللي خصت أهم التدابير والإجراءات من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الفلاحي الجديد.